عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوه، نتمنى تكونوا بخير ولاباس. اليوم مش هنطول عليكم في الفيديو هذا، راه نحكيو باختصار على واحد البوان ممكن دي تيوتر بزاف ما يعرفوهاش كيعودوا رايحين يحسبوا لي زاشيون، اللي هو العامل 1.414. ما تعرفوش ممكن لي جامي سمع به، حتى انا ما سمعتش به بزاف، قصدي مؤخرا فقط يعني، اللي وريها لي انتيوتر الله يذكره بالخير يوسف. هذا 1.14 وين تلقاه؟ كي نعودو في لي زاشور في المثلث باش تعرفو، عندك لا لونغير ا وعندك لا لونغير بي وعندك الوتر اللي هو السي. وكتاش هذا نابليكيوه وكتاش نكونو نستعملوه؟ فرضا انه الا ايغال 1000 مليمتر، فرضا هذا المعامل نستعملوه في حاله اللي هو قبل ما نغرو، نستعملوه في حاله واحده، اذا كان اف الطول ا ايغال ب ومنه سي يساوي 1.414 في الطول واحد منهم اللي هو الا، تحسبوه مباشرة. كي قلنا هذا 1000 استاجير السي راح يولي 1414. هذا الحالة، هذا لوكا المعامل هذا صالح فقط إذا كان المثلث قائم وأضلاعه نفس الطول اللي هو أ يساوي بي. نتمنى نكون فدتكم، وما تنساوش الإعجاب بالفيديو والضغط على زر التفعيل باش يوصلكم جديد إن شاء الله، ما تنساوش الاشتراك. نتمنى جربوا هذا المثال مع وحدكم وراح تكتشفوها باللي صحيحة إن شاء الله، وبالتوفيق والسلام عليكم.